يتم تنظيم أيام الجيل الثالث للشبكات داخل هيكلية في قسم الهندسة الصناعية في جامعة اسطنبول جراح باشا، حيث ينظمه على الصعيد الوطني نادي الصناعة والجودة في كليتنا. يمكن لطلابنا في هذه الفعالية الاجتماع مع محترفين من القطاع وإنشاء شبكة لفرص العمل والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مشاريع مسؤولية اجتماعية يديرها نفس النادي، يمكنهم مثلا من خلال برنامج يكفي أن تقرأ دعم الأصدقاء الصغار في المدارس التي تحتاج دعمنا في أماكن مختلفة في الأناضول وتركيا من خلال زيارتهم والتواصل معهم. نقوم أيضا بتنظيم اجتماعات للخريجين ورحلات فنية. كما ويجب الإشارة في نقطة منفصلة إلى ميزة قسم الهندسة الصناعية في مجالات العمل الواسعة التي يمكن لخريجيه العمل فيها. تتمتع الهندسة الصناعية بميزة كبيرة عن المجالات الهندسية الأخرى، حيث سيكون للمهندسين الصناعيين الكثير من فرص العمل في كل مكان يدير فيه الإنسان نظاما. وفي هذا السياق يمكن أن يعمل خريجون في المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة، حيث أنهم يمتلكون تنوعا كبيرا من حيث قطاعات العمل. يمكن لطلابنا العثور بسهولة على وظائف في مجالات منها الصحة والتمويل والتأمين والبنوك. المهم أن يدرب الطالب نفسه في هذا المجال وأن يكون جاهزا لهذا القطاع. تعتبر الهندسة بالفعل تخصصا صعبا بسبب طبيعتها، لذلك يجب على طلابنا تخصيص الوقت والجهد الكافيين لكل درس في خطتنا. سيجد طالبنا صعوبة في أي مادة يبذل فيها جهدا أقل. لا نعتقد أن طلابنا الذين فازوا بمقعد في جامعة اسطنبول جراح باشا وحققوا هذه النتيجة سيواجهون صعوبات كبيرة، فهم يأتون إلى قسمنا ببنية تحتية معينة وقوية. نصيحتي للطلاب الذين سيختارون قسم الهندسة الصناعية بادئ ذي بدء، سيكون عليهم أن يعرفوا أنفسهم جيدا ويقدروا ما إذا كانوا يريدون المشاركة في المجالات الإدارية أم لا. ثم أود أن أذكرهم، إذا قرروا التقدم في هذا المجال فإنهم بحاجة إلى تحسين مهارات البرمجة ومهارات اللغة لديهم. حتى أعتقد أنه يجب عليهم دعم معرفتهم بلغات متعددة وليس فقط باللغة الإنجليزية أو لغة برمجة واحدة. أود أيضا أن ألفت الانتباه إلى المعدل التراكمي كمعيار لا رجوع فيه بالنسبة لنا. يتم تقييم جميع الطلبات التي يجب تقديمها بعد التخرج على هذا المعيار. أوصي بأن يبذل طلابنا جهداً للحفاظ على معدلات درجاتهم عالية منذ اليوم الأول لبدء تعليمهم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، أود أن يستمتعوا ببيئة الحرم الجامعي وأن يقوموا ببعض الأنشطة اللطيفة التي تغذي معنوياتهم. أعتقد أن جامعة اسطنبول جراح باشا مثل جميع الجامعات في اسطنبول تعد الشباب بمستقبل جيد، واسطنبول مدينة تجذب شبابنا بفرصها العديدة، خاصة فرص العمل والتدريب العملي والتنوع الثقافي فيها. في نفس الوقت تقع الجامعة في منطقة أفجلات، حيث يوفر السكن هناك فرصا اقتصادية نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى في وسط اسطنبول. ويتم تقديم الدعم من خلال المساكن والخدمات المماثلة للسكن في جامعتنا. نحن في إدارة الجامعة نحاول أن نولي اهتماما وثيقا للمشاكل الخاصة التي قد يواجهها طلابنا. إضافة إلى ذلك، يتوفر في بيئة الجامعة عندنا خدمات مثل المقاهي والكافيتيريات أو خدمات التصوير التي قد يحتاجها الطالب، حيث تكون تحت تصرفنا في حديقة الجامعة. ستكون هذه العناصر مريحة لطلابنا في مرحلة الدراسة. بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في القدوم إلى قسم الهندسة الصناعية في جامعة اسطنبول جراح باشا، نود أن نقول أنه يجب عليهم أن يعرفوا أنفسهم جيدا أولا، ثم إذا وجدوا انسجاما مع قسمنا ورغبوا بإكمال تعليمهم معنا، فنحن وكل كادر الموظفين نريد أن نقول لهم أننا في انتظارهم لمساعدتهم. نتمنى للجميع التوفيق والسعادة في خططهم المهنية.